بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 43 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها المستمع عبد الرحمن عبد ربه أحمد من اليمن، وهو مقيم في المملكة. أخونا عبد الرحمن عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل يأثم الإنسان إذا حفظ شيئا من القرآن الكريم ثم نسي بعضه؟ الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إنه تجب العناية بالقرآن الكريم تعلما وتعليما وتلاوة وتدبرا وعملا بأحكامه، لأنه هو الصراط المستقيم، وهو المنهج القويم أنزله الله للاهتداء به والعمل به واتخاذه حجة بين العبد وبين ربه. هذا هو المقصود تجاه القرآن الكريم. ومن حفظ القرآن أو حفظ شيئا منه فقد أوتي نعمة عظيمة، يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يكثر من تلاوته، وذلك لغرضين: الغرض الأول حصول الأجر، أجر التلاوة، قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف، ولكن لا أقول ألف لاميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والشيء الثاني المقصود بالتلاوة تثبيت القرآن بالذاكرة، قد قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل بعقولها. يحتاج إلى تعهد تكرار للتلاوة حتى يثبت. ومن الأغراض أيضا أن تلاوة القرآن وسيلة للعمل بما فيه، وسيلة لتدبره وتفهمه والعمل بما فيه. تلاوة القرآن فيها مصالح عظيمة، فإذا نسي الإنسان القرآن أو نسي شيئا منه فإنه يكون قد فقد نعمة عظيمة، إنه يكون قد فقد نعمة عظيمة. الواجب عليه إعادة ما نسيه من القرآن ومعاودة تلاوة القرآن، لأن بعد الإنسان عن القرآن وانقطاعه عن تلاوة القرآن يسبب قسوة قلبه ويسبب غفلته. أما إذا أكثر من تلاوة القرآن وارتبط به فإن هذا يزيده علما ويلين قلبه ويربطه بالقرآن الكريم. نسيان القرآن مصيبة، فقد لنعمة عظيمة، لكنه لا يؤاخذ على هذا أو يأثم بسبب ذلك، ولكن يكون قد فقد نعمة عظيمة، عليه يعني أن يسترجعها وأن يستدرك ما حصل منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال آخر يقول فيه: إذا سلم علي أحدا وأنا أتلو القرآن، هل أقطع التلاوة وأرد عليه السلام؟ السلام لا يشرع، البداية بالسلام لا تشرع على من هو منشغل بتلاوة القرآن أو بتدريس العلم، لأن بدأ بالسلام سنة، بدأت بالسلام سنة، ولا يبدأ من هو منشغل عن الرد تلاوة قرآن أو بتدريس أو بغير ذلك من الشواغل. وإذا سلم الإنسان على من يقرأ القرآن إنه لا يقطع القراءة، ولكن يؤجلها إلى أن يفرغ، إذا فرغ يرد عليه السلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. السؤال: ما هو العرجون القديم؟ العرجون القديم يراد به العرق، عرق النخلة إذا يبس والتوى. شبه الله سبحانه وتعالى الهلال بذلك، لأن شكله يكون شكل العرجون، وذلك أنه يبدأ القمر ضعيفا ثم يتزايد إلى أن يتكامل ويصير بدرا، ثم يأخذ في النقص
حتى يعود لحالته الأولى، وذلك لأن الله قدره منازل على حسب ليالي الشهر 29 ليلة و 30 ليلة، كل ليلة في منزله، فهو يضعف بعد إبداله، يضعف حتى يصبح كالعرجون. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى ودقيق صنعته سبحانه وتعالى التي تبهر العقول. هذا النظام الدقيق لهذا الكون، شمسه وقمره ونجومه وأفلاكه، سمائه وأرضه وحيواناته ونباتاته، صيفه وشتائه وتقلبه، كل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، يدل على أنه تدبير الخالق سبحانه وتعالى وحكمته. ومن ذلك حالة القمر، أن الله قدره منازل من أجل معرفة الحساب، كما قال تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أرسل الآيات لقوم يعلمون. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ودليل على أن هذه الكواكب العظيمة مخلوقة، ليس لها تدبير في الكون أو تأثير في الحوادث كما يظنه المشركون الذين يعبدون الشمس والقمر أو يعبدون الكواكب من دون الله عز وجل. لهذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، وله سؤال مشوش بعض الشيء، يقول: آمل إفادتي عن سؤال التالي. جزاكم الله خيرا وعفى عنكم. إن لي أخ ولد عم وراضع من والدتي، وله إخوان رجال ونساء، وكذلك أنا لي إخوان رجال ونساء، فهل يجوز لإخوانه الأكبر من والأصغر الزواج من شقيقاتنا، وهل يجوز لنا الزواج من شقيقاته الأكبر منه والأصغر، وحيث كما هو معروف أنه يصبح أخا لنا جميعا من الرضاعة، وإلا يجوز شقيقاتنا له، فهل شقيقاته يجوزن لنا؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. من رضع من أمكم يكون رضع من أمهم؟ نعم، راضع من والدتي. إذا رضع من والدتي إنه يكون ابنا لها وأخا لك ولجميع أولادها، من أبيك ومن غيره، إذا كانت لها أولاد من غير أبيك، كل ما ولدت هذه المرأة يكونون إخوة لهذا الذي رضع منها، لا يجوز له أن يتزوج منهن، ولا يجوز لأولاده أيضا وأولاد أولادها أن يتزوجوا من أولاد هذه المرأة وأولاد أولادها مهما نزلوا، ولا من محارمها، أخواتها وعماتها وخالاتها، كلهم محارم، محارم هذه المرأة يكونون محارم لهذا الرضيع. أما بالنسبة لكم أنتم، يجوز لكم أن تتزوجوا من أخوات هذا الرضيع، وإن كان خلكم من الرضاعة يجوز لكم أن تتزوجوا من أخواته، كما يجوز لإخوته أيضا أن يتزوجوا من أخواتكم، لأن الرضاع لا ينتشر على الإخوة والأخوات، وإنما ينتشر على فروع المرتضاع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم أحمد مقيمة في المملكة. أم أحمد لها قضية تقول فيها: هناك زوج قد أخذ زوجته معه لأداء فريضة الحج على نفقته، لأن الزوجة ليس لها دخل ولكنها ربة منزل، وبعد عودتهم من أداء الفريضة كلما حدث بينهما شجار أو نزاع يقول لها: لقد حججت، وهي تقول له: حقي عليك بعد خدمتي لك وإنجابي للأطفال، فما رأي فضيلتكم في ذلك، وبماذا تنصحونهما؟ جزاكم الله خيرا. وهل لو أن للزوجة دخل هل يجوز لها أن تحج بمال زوجها أم تحج من مالها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن الحج يجب على المرأة بشرطين: الشرط الأول أن تكون مستطيعة، يعني واجبة للمال الذي تستطيع به نفقات الحج ذهابا وإيابا. الأمر الثاني وجود المحرم الذي يصحبها الحج، إذا توفر هذان الشرطان وجبت عليها حجة الإسلام فريضة، أما ما عدا حجة الإسلام فإنه يكون تطوعا. وإذا لم يكن عندها مال أو كان عندها مال وحج بها زوجها، هذا تفضل منه، لا يجب عليها أن يحج بها أو أن ينفق عليها في الحج، وإنما هذا تفضل منه جزاه الله خيرا، ولكن لا يجوز له أن يتمنن عليها بعد ذلك ويخجلها
في كل مناسبة، لأن هذا يبطل ثوابه. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا الذي حج بامرأته وأحسن إليها هذا الحظ صدقة منه عليها، لا يجوز له أن يبطله بالمن عليها وأذاها، لأن ذلك يبطل ثوابه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وتركز على قوله تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ما معنى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، معناه أن من أراد الله جل وعلا هدايته إرادة كونية قدرية فإنه ييسر له القبول ويجعل في قلبه القبول بهذا الدين ومحبة هذا الدين والإقبال عليه، لأن الله إذا أراد شيئا فلا بد أن يقع. لا، أراد الله إرادة كونية فلا بد أن تقع إرادته سبحانه وتعالى، ويجعل لها أسبابا، يجعل لوقوعها أسبابا، ومن ذلك شرح صدر العبد لقبول الإسلام وقبول الهداية من الله سبحانه وتعالى. أما من أراد الله إغلاله عن الإسلام إرادة كونية قدرية، إذا قدر الله على عبد أنه لا يدخل في الإسلام، إنه يجعل لذلك سببا، وهو أن يضيق صدر هذا الرجل بالإسلام ولا يقبله ولا يطمئن إليه بل ينفر منه. وهذا كله عائد إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم سبحانه وتعالى من يصلح للهداية ومن لا يصلح للهداية. وأيضا يكون هناك سبب من العبد، يكون أيضا هناك سبب من العبد للهداية وسبب للضلال. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد إذا عمل الطاعة وأحبها زاده الله هداية وتوفيقا قبولا للحق، وإذا أعرض عن الطاعة وأعرض عن قبول الحق عاقبه الله سبحانه وتعالى بالكفر والضلال جزاء بفعله. الله لا يضع هدايته إلا في مواضعها، ولا يحرم منها إلا من لا يستحقها، وهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ضيقا حرجا، معناه واضح أنه ينغلق صدره عن قبول الحق، ويصاب قلبه بالعمى وعدم القبول، عدم الراحة والاطمئنان بهداية الله سبحانه وتعالى والاستماع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بل يضيق إذا سمع القرآن أو سمع السنة، يضيق من ذلك ولا يقبله. قال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم يكرهون سماع القرآن، يكرهون سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تضيق صدورهم بذلك. خلاف المؤمنين فإنهم يفرحون بذلك ويطمئنون إليه إذا سمعوه، كأنما يصعد في السماء. ذكر العلماء أن الإنسان كل ما صعد إلى الجو ضاق نفسه وانقبض صدره، لأنه ابتعد عن الأرض وابتعد عن الجو الذي يعيش فيه. ونسمع أن العلماء، علماء الصناعة وعلماء التجربة، يقولون إن الهواء الأكسجين يكون في الأرض وفي جو الأرض، إذا صعد الإنسان إلى الجو فقد الأكسجين فيحصل له انخناق ويحصل له ضيق. فربما يكون هذا من التشبيه، أن الله يشبه الكافر الذي لا يقبل الحق بالذي يصعد إلى جو ينخنق فيه. فالكافر والضال لا يعيش في جو الإيمان وفي جو القرآن، بل ينخنق صدره من ذلك، مثل الذي صعد إلى الجو ينخنق لأنه لا يجد الهواء المناسب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إغفالة والقرآن الكريم يشير إلى هذا الموضوع، والعلم لم يثبته إلا حديثا. لعلني فضيلتكم من تعليق حول أولئك الذين يقولون إن القرآن الكريم قد سبقنا كثيرا من النظريات العلمية في أشياء وأشياء كثيرة ولم يثبتها العلم إلا مؤخرا، هل من تعليق حول هذا الموضوع برمته؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد،
خلق هذا الكون ويعلم ما فيه سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا شك أن ما جاء به القرآن أنه هو الحق، سواء اكتشفه العلم الحديث أو لم يكتشفه. إذا اكتشف العلم الحديث شيئا من ذلك فإن هذا ليس فيه غرابة، لأن القرآن تنزيل من حكيم حميد، فنحن نؤمن به وأنه حق سواء وافقه العلم الحديث أو لم يوافقه. إذا لم يوافقه العلم الحديث دل على أن هذا العلم غير صحيح، وما وافق القرآن دل على أنه علم صحيح. الواجب إخضاع هذه التجارب وهذه العلوم التجريبية، الواجب إخضاعها للقرآن والسنة، لا أننا نخضع القرآن والسنة لهذه العلوم وهذه التجارب كما يقوله بعض الضلال. الواجب العكس، فالقرآن حق وما وافقه حق، وأما ما خالف القرآن فهو باطل، ونقطع بأنه ما خالف القرآن نقطع بأنه باطل، ولو كان من كلام حذاق الأطباء وحذاق الصناع وحذاق المجربين، نعتقد أن تجربتهم وأن علمهم كله خطأ، دليل أن القرآن خالفها، دليل أن السنة خالفتها، والقرآن كلام الله جل وعلا، والسنة حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. الواجب أن نقول ما وافق الكتاب والسنة من هذه العلوم العصرية فإنه صحيح وإنه حق، وما خالفها فإنه باطل مهما قاله من قاله. الواجب أن نخضع هذه الأشياء للقرآن والسنة، ولا نخضع القرآن والسنة لهذه التجارب العقلية، هذا هو الواجب. مع أنني لا أشجع على المبالغة في هذه الأشياء وأن نقول هذه الإعجاز العلمي وهذا، فنأتي بهذه النظريات الحديثة إذا تراءى لنا أنها توافق القرآن رحنا بذلك وسلمنا على طول، لا، لكن نقول لعلها ولا نجزم، لأنها يمكن تختلف هذه النظريات، يمكن يأتي يوم تكون هذه النظريات غير صحيحة ونكون متوهمين، فلا نفسر بها القرآن والسنة، فيجب أن نجعلها تفسيرا للقرآن والسنة أبدا، ولكن إذا تراءى لنا أنها توافق القرآن والسنة نقول هذا يظهر عليها أنها حق، لكن لا نجزم لأنها ربما تتغير وربما يأتي نظريات أخرى تخالفها، لأن أعمال البشر مهما كانت إنها محل نظر دائما وأبدا. لذلك يغلط الذين يفسرون القرآن بالنظريات الحديثة، لأنه تبين وكثر نظريات أخرى تخالفها. ونحن فسرنا بها القرآن وقلنا إن هذا معنى القرآن الكريم، هذه تعتبر خطيئة في حق القرآن، ولكن لا بأس من باب الاستئناس أن نقول لعلها وافقت القرآن ووافقت السنة، ولعل هذا هو المقصود من معنى الآية أو من معنى الحديث، ولكن لا نجزم بهذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مطولة بعض الشيء تذكرها أختنا عن نفسها، فتقول أنا يا فضيلة الشيخ أوتر بعد العشاء مباشرة خشية النوم أو النسيان، ولكني أظل مستيقظة طوال الليل حتى يطلع الفجر، ثم أصلي وأنام، وكنت أصلي ما شاء الله حتى يطلع الفجر، ولكنني بعدما سمعت حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي في معنى الرجل الذي قال له إنني أصلي الليل ولا أنام، فقال له الرسول الكريم إنني أصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فانقطعت عن الصلاة حتى أسأل فضيلتكم عن ذلك، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل أصلي أم أحاول النوم ثم أقوم وأصلي؟ وإذا كان لا يأتي إلي نوم حتى يطلع الفجر فماذا أفعل؟ هل أصلي أم لا؟ وكنت عندما أصلي لا أوتر مرة ثانية ثم أصلي الفجر وأنام، وهل صحيح أن الله يكره نومة بعد الفجر؟ وهل إذا صليت قيام الليل أوتر مرة ثانية أم لا؟ وهل إذا شعر الإنسان بضيق بعد الوتر وقام للصلاة هل يوتر مرة ثانية؟ افتوني في هذه القضايا جزاكم الله خيرا. أولا، أما الصلاة في الليل ففيها أجر عظيم، وأفضل التطوع صلاة الليل، أفضل صلاة التطوع صلاة الليل، لأن الليل تنقطع فيه الشواغل ويصفو فيه الفكر تدبر القرآن، ولأن فيه وقت النزول الإلهي في آخر الليل وإجابة الدعاء ومشاركة المحسنين والمستغفرين بالأسحار في قيام الليل خير كثير. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين النوم والقيام، كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل وكان يقوم عليه الصلاة والسلام من آخره، وقال عليه الصلاة والسلام خير القيام قيام داود، كان ينام
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الله تعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي التهجد بعد النوم، تهجد بعد النوم، لأنه إذا أخذ حظه من النوم والراحة ثم قام للصلاة يكون نشيطا ويكون حاضر الفكر، بخلاف ما إذا لم ينم قبل تهجده، إن النوم يكسله ويتغلب عليه أحيانا ويشوش عليه صلاته. هدي النبي صلى الله عليه وسلم النوم من أول الليل والقيام من آخره. أما قيام الليل كله، قيام الليل كله، هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا لما جاءه أو بلغه صلى الله عليه وسلم أن رجلا يقول أنا صلي ولا أنام أنكر عليه، قال أما أنا فأصلي وأنام، والراغب عن سنتي فليس مني. ولا يشرع قيام الليل كله من غير نوم، على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه غلوا وفيه تشددا وتشديدا على النفس، الله لا يرضى بهذا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لنفسك عليك حقا ولزوجتك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأما الوتر، قوية الوتر الذي يثق من قيامه في آخر الليل يؤجله إلى آخر الليل يختم به صلاته قبل الفجر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما من لا يثق بقيامه إنه يوتر قبل أن ينام، إن تيسر له القيام من آخر الليل يقوم ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول ولا يعيد الوتر مرة ثانية. حديث لا وتران في ليلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا.